إنها بلدة قديمة على شاطئ بحيرة آرخاي. لماذا تشير الحكاية إلى دفن الذهب هنا؟ وهل يمكن العثور على السر في تحقيق الثروات لرجال الأعمال في بلدة جيتشو؟ ما القصة الغريبة وراء هذه البلدة الصغيرة؟ تفضلوا بمشاهدة جيتشو، جنة الأثرياء، من سلسلة بلدات قديمة من نافذة على الصين. في يونيو عام 2012 وبإرشاد السيد يان شويخو، وجدنا ممرا غامضا تحت الأرض في فناء كبير في بلدة جيتشو بمدينة دالي بمقاطعة يونان. كان الممر مصنوعا من الخرسانة ومتين ومنظم، إذا لماذا بني هذا الممر هنا؟ عند إلقاء النظر إلى الداخل وجدنا أن الضوء يؤدي لمخرج آخر، فلماذا يستخدم هذا الممر؟ أشارت حكاية سرية في بلدة جيتشو إلى أنه ومنذ بضعة عقود من الزمن اكتشف شخص بضعة صناديق من الطوب الذهبي تحت مشتل الزهور القديم. إذا نتساءل، ما هي القصة الغريبة وراء هذه البلدة التي تبدو عادية، ولماذا حدثت مثل هذه الحكاية؟ تبعد بلدة جيتشو عن مدينة دالي شمالا بأربعين كيلومترا. المناظر هناك متميزة وفريدة، وخلال سلالة تانغ كان ملك مملكة نانشاو مع أهله يغادرون دائما القصر الملكي إلى هنا. اليوم تعقد مراسم الزراعة في البلدة القديمة. تهدف هذه المراسم للتعبير عن الرغبة في الطقس الجميل والحصاد الوافر. وبعد اختتامها سيدق القرويون الطبول باختراق البلدة بأسرها. لكن ثروة بلدة جيتشو لم تأتي من الزراعة، بل ترتبط بصاحب الفناء الفخم وراءها، القافلة التجارية. اليوم إن السيد يان شويخو هو من الجيل القادم للعائلات الأربع الكبرى من القافلة التجارية، قادنا إلى فناء عائلة يان في بلدة جيتشو. يتميز مبنى عائلة يان بخصائص الطراز المعماري لقومية باي، فيه الجدران الفخمة والأفاريز والنقوش الفريدة على النوافذ والأبواب، إضافة للرسوم الجدارية الرائعة في الغرف. بعد النظر إلى هذا المبنى القديم قادنا السيد يان شويخو إلى فناء هادئ. بني هذا المبنى من قبل قومية باي، ولكنه لا يتمتع بهيكل ثلاث غرف وحاجز جداري الذي يميز الهندسة المعمارية في مدينة دالي. الجزء الرئيسي من المبنى عمارة مكونة من ثلاثة طوابق. بالرغم من عدم السكن فيها لسنوات عدة، لكنها لم تتعرض للتخريب. يقال إن الإسمنت والجير لبناء العمارة استورد من بريطانيا، وجاء بعض مواد الديكور من إيطاليا. يان سيتشن هو صاحب المبنى الذي بني عام 1919. إنه عبقري في التجارة. منذ 13 من عمره أسس شركة من خلال القروض، ومارس تجارة الشاي والقماش من خلال قافلة الخيول، وبعد سنوات قليلة ورث الأعمال التجارية لعائلة يان. بعد دخول العمارة لم نجد الكثير من المفروشات. بالإضافة إلى السلم الخشبي والبيوت الفارغة لا يبقى أي شيء إضافي. يبدو أن ثروة عائلة يان اختفت تماما. <音>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 
تقع هذه العمارة في الفناء الأخير من المبنى، أما هذا المبنى فيقع وسط بلدة شيتشو. أشار بناء العمارة هنا إلى ثروة عائلة يان. إذن نتساءل، كم من الثروة يا ترى امتلكتها عائلة يان؟ يقال إنه تعاون مع بين يونغ تشانغ في تأسيس شركة يونغ تشان شانغ لممارسة تجارة البضائع المتنوعة كالشاي والقماش والذهب والعقاقير الطبية، وأيضا تجارة السيارات في فترة متأخرة. كان نفوذها يغطي الصين وجميع أنحاء جنوب شرقي آسيا، وتشمل الضروريات الأساسية في مختلف المجالات. حتى عام 1943 كان إجمالي رؤوس الأموال لعائلة يان يصل ل 20 مليون دولار فضي، ويعادل ملياري إلى 3 مليارات يوان صيني حاليا. إذن من أين جاءت الثروة لعائلة يان؟ وكيف مارس يان سي تشن التجارة حتى أصبح بارزا في أوساط رجال الأعمال؟ هناك سلعة خاصة كانت تلعب دورا هاما لمساعدة عائلة يان لتحقيق الثروة. يجري صنع شاي تشو تشا، نوع من شاي بور، في محل شيونجيو. توضع أوراق الشاي في الشاش بعد تبخيرها، ومن ثم توضع في آلة الصحافة لضغط الشاي إلى شكل نصف دائرة مجوفة. لماذا تم ضغط الشاي إلى هذا الشكل؟ يقال إن هذه الفكرة الإبداعية جاءت من عائلة يان، ويمكن القول إنها تشير إلى ثورة في تكنولوجيا صنع الشاي. اخترع شاي توتشا من قبل التاجر يان سي تشن، وفي الماضي وعلى العموم كان الشاي على شكل طوب أو كعكة. أثناء تجارة الشاي وجد السيد يان سي تشن أن الشاي على هذا الشكل كان أكثر عرضة للرطوبة ويفسد، ولذا كان السيد يان يتعرض لخسائر فادحة مرارا. إذن كيف تمكن من تجنب تسلل الأمطار إلى الشاي؟ بعد تجارب متكررة وجد أن الشاي على شكل الصحن لعب دورا هاما في تجنب تسلل الأمطار إليه، فضلا عن وجود فضاء لتهوية الشاي. في ظل ذلك ظهرت طريقة جديدة في صنع الشاي، هو شاي توتشا. إن هذا الاختراع ساعد يان سي تشن في احتلال السوق بسرعة، ولكن هذا ليس كل أسرار شاي توتشا. لماذا كان شاي توتشا من عائلة يان يتفوق على الآخرين في السوق؟ ما الوصفة السحرية؟ ومن أين جاء 5000 ليان من الذهب في ذاكرة المسن دونغ تشين خان؟ تفضلوا بمتابعة شيتشو جنة الأثرياء. لا تقتصر أسرار شاي توتشا على الشكل فحسب، بل هناك أشياء أخرى. هذا
خلال صنع شاي توتشا هناك طريقة فريدة لاختيار الشاي. كان الشاي من عائلة يان يحظى بإقبال كبير في السوق، وهذا يرجع إلى الطريقة الفريدة في اختيار المواد وتحديد نسبتها. بهذا الاختراع نجحت شركة يونغ تشان شيانغ في إزالة العيوب في صنع الشاي في الماضي، وأنتجت شاي توتشا عالي الجودة. عام 1923 سجلت شركة يونغ تشان شيانغ علامة الكركي الأزرق، ومع توسع الإنتاج امتدت قاعدة المواد الخام من ولاية شيشوانغ باننا إلى جينغوو ومانغكوو وفونتشينغ، وفي الوقت نفسه توسعت قاعدة الصنع من إيو وبوور إلى شياغوان وكونمينغ. بتحقيق الثروات الكبيرة سعت عائلة يان لبناء المدارس والمستشفيات في بلدة شيتشو ومدينة دالي لرد الجميل للمجتمع. تم بناء مبنى عائلة يان والعمارة الجميلة في ذلك الوقت أيضا، إذن من المحتمل وجود الكنوز في هذا المبنى. في عمق غابة الخيزران وراء فناء عائلة يان، أرشد السيد يان شويخو طاقم التصوير في العثور على ممر غير معروف للناس. بسبب الرطوبة لا يمكن التصوير داخلا، وبسبب تراكم المياه كان الممر مسدودا ولا يمكن التجول. خلال الفترة من 1939 وحتى عام 1945، وبسبب حرب مقاومة الغزو الياباني، شهدت شركة يونغ تشان شيانغ ركودا. وقتها كانت عائلة يان تبني هذا الممر، وأشار بعض الناس إلى أنه ومن أجل التخلص من الحروب والاضطرابات، اعتقد الآخر من أجل حفظ الذهب. بسبب الأزمة تبرعت عائلة يان بمبالغ كبيرة للحكومة لمقاومة الغزو الياباني، ونقلت رؤوس الأموال من يونان إلى هونغ كونغ والخارج. وقتها كانت عائلة يان لم تترك الأصول في بلدة شيتشو سوى هذا المبنى الفارغ. في شارع سيفانغ ببلدة شيتشو يمكننا رؤية مثل هذه الوجبة الخفيفة التي تسمى فطيرة شيتشو، ولها طريقة فريدة في خبزها. الفطائر لينة وهشة جدا بعد قليها في الزيت، وبعد وضعها في الموقد نضع موقدا آخر عليها لتحميصها من كلا الجانبين لثلاث أو أربع دقائق، وتصبح الفطيرة جاهزة ونكهتها جيدة ولونها أصفر. إن الفطائر هشة للغاية، ويمكن وضع اللحوم والبصل فيها لتكون نكهتها أفضل، وأيضا يوضع معجون الفول الأحمر أو زهور الورد لتكون حلوة. من خلال فطيرة شيتشو يمكننا معرفة أن رجال أعمال بلدة شيتشو كانوا يتمتعون بالحياة. بالطبع اليوم إذا أتيحت الفرصة لأي شخص لزيارة البلدة سيمكنه تذوق الفطيرة. مع تزايد رجال الأعمال شهدت البلدة تغيرا هائلا، وتبرعوا بالمال لمساعدة الفقراء وبناء المكتبات والمستشفيات والمدارس. كانت مدرسة ووتاي التي تم بناؤها وقتها تقبل المعلمين والطلاب من جامعة خواتشونغ خلال الحرب العالمية الثانية، وكان الرسام الشهير شيابي هونغ يلقي محاضرة هنا وقتها. إن هؤلاء المهاجرين ساعدوا أبناء البلدة لتحقيق قفزة كبيرة في الثقافة والتكنولوجيا. حقق دونغ تشينغ نونغ ثروات كبيرة بسبب القبول الحضارة الحديثة، لاحقا تجاوزت ثروته ما كان ليان سي تشين. قمنا بزيارة المسن دونغ تشينغ خان على وجه التحديد،
إنه يعرف جيدا تاريخ العائلة لدونغ، لأنه كان يسجل الحساب في عائلة دونغ خلال شبابه. رغب السيد دونغ في عرض ما جمعه، ويقال إن هناك قصة وراءه. عمل مع عائلة دونغ لفترة طويلة، إذن هل حفظ تحفة ثمينة؟ عرض لنا المسن علبة سجائر ذهبية يقال إن حجم الطوب الذهبي كان بنفس حجمها. بالحديث عن الثروة، فتح المسن ألبوم الصور وقدم لنا شخصية مهمة. وفقا للسيد دونغ تشين خان، نعرف أن هذا الشاب هو من الجيل القادم لعائلة دونغ. إنه ابن شقيق الثري دونغ تشين نونغ. في أربعينيات القرن الماضي، وبسبب الحروب والاضطرابات، هرب مع كمية كبيرة من الذهب إلى ميانمار، ولنقص الحماية تعرض للسلب والنهب ولقي حتفه هناك. رغم فقدان هذا المبلغ الكبير، ولكن في الواقع ليس شيئا سوى جزء صغير من الأصول الضخمة لعائلة دونغ. إذن من أين جاءت ثروات عائلة دونغ؟ طريقة صباغة الإمساك، هل هي مفتاح عائلة دونغ للتجارة؟ وأي سر وجده دونغ تشين نونغ ليجعل ثروته كبيرة في فترة قصيرة؟ ومن أين جاء جو التجارة في بلدة شيتشو؟ تفضلوا بمتابعة شيتشو جنة الأثرياء. كان دونغ تشين نونغ ثريا مثل يان سي تشين، مارس التجارة في الاستيراد والتصدير، وبعد التمتع بالمرارة والحلاوة في تلك الفترة، أسس دونغ تشين نونغ شركة شي تشين شيانغ لتجارة القماش والغزول القطنية. تزامنا مع بيع الشاي للمناطق الأخرى، اشترت عائلة دونغ ورجال الأعمال الآخرين في شيتشو كمية كبيرة من الأقمشة والغزول القطنية من الخارج إلى البلدة، ما شكل طريقا تجاريا من الشرق إلى الغرب. أما الأقمشة المنقولة إلى مقاطعة يونان فلم يتم تصنيع معظمها، لأن أبناء الأقليات العرقية في يونان لهم لونهم المفضل، ومن الضروري تصنيعه بأنفسهم، ولذلك أصبحت هذه الفرصة التجارية مفتاحا لعائلة دونغ لتحقيق الثروات، لأن طريقة الصباغة لعائلة دونغ فريدة جدا. إن قرية تشوتشونغ بشمال بلدة شيتشو ما زالت تعتمد على الصبغ باليد، وأتقنت كل الأسر حرفة الصباغة بألوان مختلفة مع رسوم جميلة. يمكن صبغ الملابس جيدا بهذه الطريقة البسيطة، ويمكننا النجاح في صبغ القماش بدون أي خبرة. أشارت العاملة إلى أنه من خلال طريقة صبغ الحرارة يمكن صبغ القماش بسرعة. أوه.
بعد طبخ القماش بدرجات حرارة عالية يصبح لونه أزرق بسرعة، وبعد 10 دقائق يمكن إخراجه للغسل. هل نجحنا في الصباغ؟ بعد فك الخيط رأينا علامات غير نظامية. في صباغة الإمساك تم ربط القماش بالحبل، ما أدى لإظهار علامات غير نظامية تختلف عن طريقة الصباغة التقليدية، وأصبحت الرسوم أكثر حداثة، وهذا هو حكمة رجال الأعمال في شيتشو. إن طريقة الصباغة التقليدية تتطلب المزيد من الوقت والخبرة، ولا أحد سوى المسنين يمارسون هذا العمل لكسب 7 أو 8 يوانات فقط في اليوم الواحد. كان رجال أعمال عائلة دونغ غير راضين عن صبغ القماش فقط، ومن أجل تحقيق المزيد من الثروة مد السيد دونغ تشين نونغ النفوذ لمجال آخر. في بيت المسن دونغ تشين خان، وبالإضافة إلى بعض قطع الغيار لآلات النسيج على مكتبه، غالبا ما تعرض زجاجات صغيرة مع علامات وبعض معدات القياس بالغة الدقة. عرف دونغ تشين نونغ خلال 40ينيات القرن الماضي أن المناجم غير المستعملة في مدينة غوجيو بمقاطعة يونان كانت تحتوي على فلزات التنغستين. أسس السيد دونغ تشين نونغ شركة صناعية لكسب 50 مليون يوان سنويا من بيع فلزات التنغستين، وأصبح أكثر ثراء من يان سي تشين. شجاعة الاختراع وجرأة الاستكشاف. بالإضافة إلى العائلات التجارية الأربع الأشهر، ظهرت هناك أكثر من 120 شركة في التجارة المختلفة. عاد رجال الأعمال إلى بلدة شيتشو في بناء المدارس والمكتبات لتغيير ملامح البلدة. إذن لماذا ظهر عدد كبير من رجال الأعمال في شيتشو؟ قام البروفيسور تشانغ تشي لو بدراسة المعلومات الكثيرة عن رجال الأعمال في بلدة شيتشو، واعتقد أن التجارة هنا تطورت بسبب طريق الحرير القديم. يرجع تاريخ هذا الطريق القديم لأكثر من 1000 سنة، وأسهم في نقل الحرير والخزف والفخار إلى دول جنوب شرقي آسيا، والتقى مع طريق الشاي والخيول القديم المؤدي إلى التبت في بلدة شيتشو. وفي ظل ذلك تمتعت البلدة بظروف ملائمة للتجارة. في 40ينيات القرن الماضي أثرت الحرب العالمية الثانية على الأعمال في المناطق الساحلية بعكس يونان التي لم تتأثر بالحرب، ولذلك تطورت التجارة على وجه أفضل. يعمل السيد يان شوي هو اليوم على جمع المعلومات وتنظيم شجرة الأنساب. بالرغم من أن القافلة التجارية في شيتشو أصبحت تاريخا،
ولكنه يأمل في إرث هذه الخبرات في إلقاء إلهام الأجيال القادمة. أما شجرة الأنساب فإنها تشير لتاريخ تطور العائلة. غالباً ما عزف السيد دونغ تشينغ خان مع زوجته على آلة آرخو الموسيقية لاستعراض ذكريات الماضي في عائلة دونغ. لم يعد أحد يهتم بالثروات المدفونة تحت الأرض وفقاً للحكاية، فأهم شيء في أنظار أبناء بلدة شيتشو هو خلق مستقبل أجمل بأيديهم.